السلام عليكم. النهاردة هنشرح ازاي نعمل تفعيل لبرنامج ديل فايل فيكسر مدى الحياة عن طريق كراك. ده اخر برنامج او اخر اصدار لي، تمام، من حمل موقع momos.net. تمام، هنخش ده شرح. هندوس هنا، اضغط هنا للتحميل ونحمل البرنامج. تمام، هو رابط مباشر، هتحمله هيظهر برنامج فايل مضغوط بالشكل ده. هتفكه، تدوس على كليك يمين، اكستراكت هير، يطلع لك ده. تمام، هتصوت بالبرنامج عادي خالص، لو نيكست 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 لغايه لما يجي فينش. بعد كده هتدخل الملف ده، ملف كراك، تفتحه، تدوس كنترول اي اللي هي الزرار اللي تحت شيفت CTRL او كنترول A، وتاخد كوبي. تمام، الملفات دي كلها، وتيجي طبعا البرنامج بيظهر شورت كات على سطح المكتب، فبتدوس عليه كليك شمال يمين، تختار Properties وتدوس Open File Location وتدوس كليك يمين هنا وتدوس Paste. تمام، وتفتح البرنامج عادي، هيتم يقولك ان هو البرنامج تم تفعيله بنجاح. ديل فايل فيكسر، نعمل سكان عادي اهو، هيعمل سكان. طبعا يقولك عايز ابديت، ما تعملش ابديت عشان ممكن الابديت ده يلغي الكراك اللي انت عملته، فاعمل نو. البرنامج هيشتغل معاك مفيهوش اي مشكلة يعني. تمام اهو، فيكس ايرورز، عمل فيكس اهو بدون اي مشكلة. تمام، تم رفع البرنامج عن طريق موقع momos.net وشكرا.